الدماء. هناك كثيرون في الحركة الصهيونية في النظام الصهيوني يقولون أنهم معادون للصهيونية ولكنهم لا يقدرون على التخلي، ونحن نقول لا، يجب أن يتخلوا عن النظام. نحن لا نتفق معكم فيما تفعلونه ضد الفلسطينيين، ونحن صامدون في ذلك. نحن معكم ونشعر بألمكم، ولكننا لا نقدر أن نفعل شيء سوى الصلاة. ما رؤيتك لمستقبل إسرائيل؟ I'm happy you asked that. أنا مسرور أنك سألتني هذا السؤال. إن دولة إسرائيل سوف تنتهي لا محالة، لأنها ضد الله. الله لا يريد إسرائيل. إن خطتنا هو أن يتم ذلك بسلام وبسرعة وبدون ألم وسفك دماء. ليس للفلسطينيين، للطفل الفلسطيني أو لأي شخص ولا أي يهودي الذي لم يفعل شيئا في هذه الجريمة. لا يجب أن يكون هناك سفك دماء، ولكن نريدكم أن تفهموا، وطبعا سوف يكون هناك سيادة فلسطينية. نحن ننتظر عودة المسيح ولا ننتظر عودة دولة إسرائيل. هذا لا يعني أنه حسب التوراة لن يكون هناك دولة إسرائيل. في ذلك الوقت ستكون الأمم كلها معا حسب ما تقول كتب التوراة. يقول إن الأمم سوف تتعايش معا، وبإمكاني أن أقتبس لك. الأمم سوف تتجمع معا. هذا هو أملنا، وهذا ما نسعى إليه، أن يوحي إلينا الله وأن يقر الناس بالعيش بالسلام. ويقول أن الحمل سيعيش مع الذئب. نحن لا نريد الباطل ضد الشعب الفلسطيني. أملنا ليس قيام دولة صهيونية علمانية، ولكن أن تتجمع الأمم لخدمة الله. Hope.